رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراليك شرفت عليه ملك السوء جوكتان وحن إليه هي رمضان كريم كل عام وأنتم بإذن الله ألف خير. موضوع ما أنتم حقوم بحي ركي وقب قبو حدين اللي يرى هذا أمن أرى لها سد حقاري أي أمان يسو قاري كسته وحل ربعنا سارت بضيعه بضيعه دو سوق أسقيه وبضيعه دي الربعي نقطه شيء كسته وحل وقوله فنيا دايما يدهب وحيلتها يقف كين مصحاري لهين حدبا رمضان كي بشي رمضان يسودك كمال موت أحيد سدح لقي موت أحيد إطمان كهوري إطمان كده إطمان كده بقى لباقي بدوات تغين وحن تاقلنا هاي أبلو ده حدا ستقيق ده هانا إطمان كي تنبي حدا بقى ترك قدن بيو عن سعرانو وذي عدا وقه عبادو الله كو حرنان الله كو لواشو حدا بوحي تهي حدي طبعاً كاس دنبه قفكو اعتكافه أو إلهي عز وجل أن أدوانه حقيقة وحكو جرت حل هبين أو لقنته سديتا يسدح سنة عمل قبلنا هاي بكال وامده وقفك استكدو عيساني اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فعفو عني وترسو عسلامي هلا بذي مال ماس خلق أن تاقن أن سعرانه صلاة دي قرآن أخرسكي تعوينكي ألا أدواشيه تاسر هنتي أدو جعلان لها إن نفتي ذو نفتي نبأ أن محوها إيشيك أن ما أنت أدر دارمو ولا ليه يقول شرفت عليه وحاول هنتي هذا البضل وحمطره لكن أن رهنو خواتي مباركة قبل قبل داس يسان ضعفين إن تاسر ما أنت جعلان لها إن لو ذاقو ملك السؤال جوهتان وحان إلا يهي خواتي مباركة ورمضان كريم وكل عام وأنتم بإذن الله ألف خير دعانا وحقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليلة القدر ما أدراك ما نعم في ليلة قدرها ألف بدنيانا أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم يحيى القلب نشوانا فأول الشهر قد أفضى بمغفرة بئس الخلائق إن لم تلق غفرانا ونصفه رحمة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا وآخر الشهر عتق من لهائبها سوداء ما وفرت إنسا وشيطانا نعوذ بالله من أعتاب مدخلها سكنى لمن حاق بالإسلام عدوانا ونسأل الله في أسباب جنته عفوا كريما وأن يرضى بلقيانا.